انت بالله عربي لو كردي لو تركماني. انا كردي واكد. هسه يقولون ارشد يميز، انا اذا اميز انا كردي. واكد على كلمه كاك ارشد كركوك مليان غرباء. انا الراد شاهين خميس غدان من مدير شرطه كركوك. ضابط جريح نسبه عجز 100%. انا من ذوي الشهداء اخي الشهيد وليد خميس غدان استشهد بتاريخ 24/4/2004 يعني قبل 20 سنه. صار لنا 20 سنه اني وعوائل الشهداء في كركوك نضغط على محافظة كركوك وعلى مدير شرطة كركوك حتى تخصصنا أراضي للشهداء. العام خصصوا أراضي وبدلوا الأسماء، وهاي السنة بعد ما ضغطنا على المحافظة خصص لنا 50 قطعة للشهداء. بعد ما رجعنا البلدية لقينا القوائم متغيرة. باغوا ال 50 قطعة بالكامل، القائمة بالكامل تبدل راح إلى ناس آخرين من غير شريحة. أنا ضحية أول أصغر حطوا لي سيارتي. نسبة عجز فاقد للساقين نسبة عجز 100%. اخواني العدالة مفقودة بكركوك. وقرة عين بلدية كركوك. كافي تشتغلون باللا عدالة، الله ما يقبل. راي يقولون ارشد الصالح يصير عصبي ده يحكي على الغرباء وعلى ما ادري شنو. ولكم الله ما يقبل. انطيتوا القاع للغرباء اللي هم ليسوا من كركوك. ها؟ وهذا كردي. هذا عربي، هذاك تركماني. بس لانهم من اهل كركوك شوفوا حاله الله ما يقبل. باوعوا باوعوا يا نزاهه يا رقابه. 20 سنه هذا القرار، هذا الكتاب طالع من محافظ كركوك، من محافظ كركوك ده يقول الى شعبة الاملاك بالمحافظه، يقول هذول مستحقين. زين ابو املاك البلديه، انت صرت تنين هذول الاسماء مالهم طالع، ليش انطيتوا الى غير ناس؟ حسب علمي اكو تحقيق اليوم، والله العظيم اي مدير دائره، شوفوا اي مدير دائره رفع اسماء من دائرته وما مستحق كلهم راح ينسجنون، سواء كان مدير الدائره تركماني كردي عربي. اللي رفع الاسماء بدون حق والله كلهم راح ينسجنون، راح ينحكمون. ولكم خلي يكون لكم ذبه وضمير. شوفوا هذا حاله الله يقبل. هذا ما ياخذ، وتجون تبيعون القيعان للي عنده مناصب، للي عنده فلوس ليدفع. راح تنكشفون كلكم. كافي هذه الاسماء. القطعه المخصصه للشهيد وليد خميس غدارة منتسب اسمه ايه؟ حسام ستار اكرم. مقاطعه 39 صار تبه. ايه رايح الى 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 منتسب اخر مستمر بالخدمه وليس شهيد. انا ادعو الادعاء العام في كركوك، اعتبروا هذا بلاغ رسمي. نفس الشيء بالنسبه للشهيد. انا ابن شهيد نجم الدين محمد شريف. انت بالله عربي لو كردي لو تركماني. انا كردي واكد. هسه يقولون ارشد يميز، انا اميز هذا كردي. واكد على كلمه كاك ارشد كركوك مليان غرباء. ابويا الشهيد 19 سنه، قطعه ابويا رايح الى المنتسب محمد فاغ رفعت، علما كتاب المحافظ السيد المحافظ كركوك قبل هاي الكتاب، يعني كتابنا بالارقام القطع الاراضي اقدم. يعني قاعك مبيوع. قاعي مبيوع. اصبروا والله كلكم راح احكمكم، زين الا عن طريق القضاء كلكم راح تنسجنوا. اصبروا انا اطلب حق التركماني والكردي والعربي والمسيحي. الله يقبل موظف مو تركماني. مو تركماني صار له 30 سنة خدمة ما ياخذ، وموظف منسب باوعه منسب من غير محافظة، يعني مو رسمي، مو على الحكومة الاتحادية. صحة كركوك يخليه باللجنة وياخذ قطعة قاع، واللي عنده 30 سنة ما ياخذ قاع. حرام عليكم. ثاني وجبة تتغير الأسماء. العام نفس العملية سووه، هاي السنة هاي ثاني مرة يتكرر نفس العملية.